طب زي ما هو تعب قلبنا عشان نشوف لابنه هو يتعب معانا كمان شويه. يعني ايه؟ يعني يا معلم عتريس يهز طوله ويلف لازم على اكابر الحاره ويجيب لنا حقنا. يا سلام، يدور لكم على حقكم ويسيب ضنا ضايع. ما كل واحد فينا شايف ابنه بيضيع منه من الجوع. مش ناقص منا غير نمد ايدينا للسؤال. وماله؟ شرف انكم تشحتوا عشان الفتوه بتاعكم. اعلم عن الناس فتوات. الفتوه موجود وهيفضل موجود. انا المعلم سليمان الناجي فتوه الحاره. وكلمتي سيف على رقبة اي كلب يفكر انه يهوى او في وشي. روق امال يا معلم. معايا في اللي قلته عتريس ولا انت شايف حاجة تانية؟ انا طول عمري محسوبك وتحت امرك. اتفضل استريح اقعد. قهوة وشيشة للمعلم. ياه مبقاش في حاجة لها طعم يا عتريس من ساعة ما راح يضربني. هيرجع باذن الله. تلاقيه بس مكسوف من اللي حصل. ما تقولش مكسوف. مفيش حاجة حصلت تخليه ينكسف. مفيش حاجة مست شرف عيلة الناجي. ده كلامك أنت يا معلم، إنما الناس بتقول غير كده. حاطع لسان اللي يمس ابني بكلمة واحدة، محدش يتكلم عن خاطر ابني. سند عليا. تعال. مش هقدر. مش هقدر عتريس. أنا اتشليت يا عتريس. إيديكوا يا رجالة روحوا البيت. عتريس، لا. ما تودينيش عند بنت السمري. وديني عند بنت الأصول. عند فتحية. سلامتك يا سيد الرجال. ماله عتريس؟ وقع على قهوه مسكين من قهرته على ابنه. هو اللي طلب مننا ان نجيبه على عندك. بيته ومطرحه وانا خدمته تحت رجليه. مش قلت لك أصيلة يا عتريس؟ يا ساتر. السلام عليكم. تعال. السلام. تعال يا شيخ مخلوف، تعال اكتب كتابي على فتحية. خليني ارجع لأصلي. موافقة فتحية؟ وانا كنت عمري رفضت لك طلب يا سيد الرجالة. ريح يا البرد وانا يا حيال. بقولي لي خبر عملنا. ما تشعلش ده، اسمع اسمه ما تجيبليش سر. لا انا لازم اعرف. خلاص روح دور عليه واساله. حد يدور على العرب نفسه؟ انت لازم تدور عليه، لازم تجيبه، لازم تلاقيه من تحت الارض. ده نادي قاسي قلبه ميت، قلبه ميت اوي يا بكر. ما تلمسنيش، قلت لك ما تلمسنيش 100 مره. طيب 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 طيب، ما تزعليش نفسك، انا مش عايز اشوف زعلانه. انا رقبتي فداكي، انا بحبك قوي، بحبك قوي يا رضوان، انا بحبك. انا بكرهك، بكرهكوا كلكوا. بلعن اليوم والساعه اللي انا دخلت فيها بيتكم، اليوم اللي اتولد فيه عذابي، اتحرمت من الهنا اللي انا كنت بحلم بيه. الاخر يهرب خد، يهرب. فاهم يعني ايه يهرب؟ كان لازم يهرب عشان هو عارف لو فضل انا كنت هعمل فيه ايه. كنت هقطعه وهوريك لما يرجع انا هعمل فيه ايه. ده لو رجع فاكر خضر خلاص مش هيرجع، مش هيرجع تاني. انا كمان عاوز اخرج، هخرج ومش هرجع، هخرج ومش راجع هنا تاني. طيب يا حبيبي هرجع بيت اهلي. انا مش ممكن اسيبك تخرج الساعه دي. سيبني دلوقتي، سيبني في حالي، روح بس وخد امك. طيب طيب انا هروح ابات في امي، بس مش عايزك تزعلي. مالكش دعوه بزعل، مالكش دعوه بيا خالص. ابعد عني بقى. انا مش عارف بس انت عصبيه. مش طايقه اشوفك، مش طايقه اشوفك، مش طايقه.
بقى. ولو رجعت تاني يا خضر الكلب مش هيكفيني في كلب موت، عشان انت السبب، انت اللي خليتها تزعل مني وتطردني. لكن ازاي تقول لي اطلع بره؟ ده انا اللي ما اقدرش ابين لي عشان بحبها يا لالي. وامان يا لالي يا لالي، امان امان يا لالي يا لالي امان. وامان يا لالي يا لالي امان. ولا تتهني